مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة التلفزيون السلام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهلا بالعيد. أهلا بعيد الأضحى المبارك، أهلا وسهلا بالأجواء المميزة، وأكيد أيام تفصلنا عن هذا العيد المميز إن شاء الله هذا العام اللي نتمنى لكم كثير من السعادة فيه والفرح، وأكيد تقضوا هذه العبادات المميزة خلال هذه الفترة اللي هي العشر الأوائل من ذي الحجة. ودائما نحن يعني في تلفزيون السلام بهذا البرنامج تحديدا نهدف لأن نجعل دائما أيامكم وأعيادكم إن شاء الله فرح ومناسبات سعيدة. اليوم برنامجنا أكيد مع الراعي المميز لنا فيها الحلقات المميزة، وهو صوالحي سنتر. الصوالحي سنتر في طول كرم مقابل السوبر ماركت فواز بالقرب من المسجد الجديد. الصوالحي سنتر كده تنزيلات حقيقية لجميع أفراد الأسرة، رجالي ستاتي بناتي ولادي أطفال محير. الصوالحي سنتر الملابس المختلفة من أجود أنواع الملابس بالأسعار التي في متناول اليد. الصوالحي سنتر المكان الذي يسع الجميع. الصوالحي سنتر في ملابسه المميزة، ودائما ما يقدم من ملابس مميزة بعروضات مميزة وبتنزيلات حقيقية على الملابس الصيفية خلال هذه الفترة. ما عليكم سوى أن تقصدوا الصوالحي سنتر في طول كرم وفي نابلس. في طول كرم كما قلنا بمقابل فواز سوبر ماركت فواز بقرب من المسجد الجديد. كما تلاحظون في الصورة الصوالحي سنتر دائما في المقدمة معطاء، دائما ما يجعلكم في مكان واحد تجدون ما تريدون من الملابس والألبسة لكافة أفراد الأسرة، الرجالي كما قلنا ستاتي بناتي ولادي وأيضا محير وللأطفال. الصوالحي سنتر عنوانكم، فدائما اقصدوا هذا العنوان. على كل حال مشاهدينا لن نطيل أكثر، سنكون وإياكم في هذه المسابقة وهذه الحلقة الجديدة لنتحدث وإياكم بأسئلة وأجوبة، وفي النهاية هناك فائزين مع الصوالحي سنتر. مشاهدينا متواصلين معكم دائما وابدا عبر شاشتكم تلفزيون السلام في برنامج اهلا بالعيد. اهلا بعيد الاضحى المبارك مع اجواء مميزه من داخل الصوالحي سنتر. كل التحيه للصوالحي سنتر المميز. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. عرف عليكي سوسن حفيظه من علات. اهلين يا سوسن. سوسن احنا اليوم من كل عام وانت بخير، وانت زي ما انت شايفه بلشت تحضيرات العيد، فكيف بلشت تحضيراتكم بلشت؟ الحمد لله هينا مجهز الاولاد وهيك. تمام الامور معكم؟ الحمد لله تمام ان شاء الله. الامل كبير ان شاء الله يكون هذا العيد عيد مميز، واكيد بعد يعني اعياد كانت شوي صعبه لدرجه ظروف اما صحيه او ظروف سياسيه وميدانيه، لكن على كل حال اليوم احنا موجودين في الصوالحي سنتر، وانت موجوده هون معنا، كيف بتشوف الصوالحي سنتر؟ ليش اخترتي اليوم ليكون جزء من تحضيرات العيد؟ لانه في كل شيء يعني ما بتحتار، الكل موجود، المحير الولاد البنات ما يعني ما في اكثر من مكان تروح عليه، كله موجود فيه. تمام. والاسعار كيف تشوفيها في الصوالحي سنتر؟ مناسبه، صار مناسب جدا. اكيد صوالحي سنتر دائما علامه فارقه مشاهدينا في عالم الالبسه، فدائما كونوا مع الصوالحي سنتر. طيب سوسن بدنا نعطيك السؤال، جاوب عليه صح مباشره تاخذ جائزتك من الصوالحي سنتر. جاهزه؟ جاهزه. يلا سؤالنا بسيط كثير، ما او كم هي عدد او كم هو عدد الدول العربيه؟ قديش عددها بتعرفي؟ عدد الدول العربيه. طيب في عندك رقم ولا اعطيك خيارات؟ اعطيني خيارات. يلا على الخيارات. طيب 20 دولة، 18 دولة، 17 دولة، 22 دولة. 22 دولة. جواب نهائي. جواب نهائي ان شاء الله. شو الاخبار؟ مبسوطة؟ انت اكثر واحدة مبسوطة. ما شاء الله. طيب 22 دولة، اجابة صحيحة فعلا 22 دولة، وهي جائزتك من الصوالحي سنتر، تفضليها. ايش بتقولي للصوالحي سنتر؟ عليكم ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. ان شاء الله هلا فيك. مشاهدينا دائما الصوالحي سنتر باجواء المميزه. الصوالحي سنتر مميز في طول كرم مقابل سوبر ماركت فواز، بالاضافه الى قربه الى المسجد الجديد. الصوالحي سنتر ايضا في نابلس تخفيضات حقيقيه طيله ايام العام، وتحديدا في هذه الايام اكيد الملابس الصيفيه دائما بانتظاركم وملابس الاعياد بانتظاركم. ما عليكم سوى ان تكونوا مع الصوالحي سنتر. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. عرف عليك يوسف هرشي. أهلا يوسف، كيف حالك؟ الحمد لله. اليوم بنحكي لك كل عام وانت بخير، اكيد تحضيرات العيد شغاله. اشتريت اواعي العيد؟ اشتريت. مالي اشتريت؟ صوالحي سنتر. صوالحي سنتر، كيف شايف صوالحي سنتر؟ ليش بتحب تشتري من عنده؟ بضاعته مليحة وحلوة. بضاعته مليحة وحلوة. يعني مبسوط. مبسوط الحمد لله. مبسوط بالصوالح.
اكيد اكيد. طيب يلا يوسف، اكيد اليوم احنا مع صباح السلطه في برنامج اهلا بالعيد، اهلا بعيد الاضحى المبارك. راح اعطيك سؤال واشوف اذا بتقدر تجاوبه او لا. سؤالنا، ما هو النبات الذي له عروق غليظه حاره او حاره في الطعام يؤكل ويشرب؟ نبات له عروق غليظه طعمه حار يؤكل ويشرب، شو اسمه؟ يلا نروح على الخيارات. طيب يلا، هل هو الكيوي، الفلفل، الزنجبيل، الدريق؟ الزنجبيل. زنجبيل؟ تأكد؟ ذاك اللي غششك بضحك عليك. شو رأيك؟ زنجبيل. زنجبيل. إجابة نهائية. زنجبيل. إجابتك صحيحة فعلا، الزنجبيل هو النبات ذات العروق الغليظة حارة الطعم يؤكل ويشرب. ها جائزتك من الصوالح سنتر. إيش بتقول الصوالح سنتر؟ بالتوفيق إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. مشاهدينا، متواصلين أجواء عائلية فعلا مميزة في الصوالح سنتر، أجواء العيلة كلها في الصوالح سنتر. ليش؟ لأنه كل شيء هون بتلاقوا للرجال، للستات، للبنات، للأطفال، للأولاد، للي بدكم إياه موجود في الصوالح سنتر. الصوالح سنتر أكيد بكلكم كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا فيكم خلال هذه الأيام. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بصحة وسلامة. كل عام وأنتم بخير. أنتم بصحة وسلامة. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. أهلا وسهلا بالأولاد الصغار الحلوين، كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. كل عام وانتم بخير جميعا. اهلا وسهلا فيك، تعرف عليك اشرف طعمي. اهلا يا اشرف، كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يخليك ويسعدك اخونا اشرف. بكلكم تحضيرات العيد، كيف معكم شغالين؟ الحمد لله ممتازه، بس اسعار يعني غالي. غالي بشكل عام. غالي بشكل عام يعني. لا بس بالصوالح سنتر في شيء حلو، انك انت بتلاقي بدك اياه. لا بتلاقي بدك اياه وبالسعر كمان اللي ارخص من. لا هو ما شاء الله موجود كل شيء بمركز الصوالح وكل شيء تمام، واسعار يعني مقبوله يعني بالمتناول اللي. الحمد لله. طيب اكيد الصوالح سنتر دائما هو الهدف، يعني مش انه احنا هون بالصوالح نربح بقدر ما الهدف انه فعلا في هيك اوقات نقدم لاهلنا بضاعه ذات جوده منيحه وباسعارها المقبوله. شو تحضيرات العيد، مبسوطين؟ يعني شو بدك تطلع مع اصحابك؟ هيك حاسس. طيب اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعطيكم اكيد سؤال من الصوالح سنتر، بس بالجوله اللي اخذتوها انبسطتوا بالصوالح؟ لا مكملين. لو اشترينا من الصوالح وكل شيء تمام ان شاء الله. اكيد صوالح سنتر دائما مميز. يلا نروح للسؤال. تفضل. خلينا نشوف، انتوا كثار يعني لازم تساعدوا بعض، ولا بدي اعطي خيار؟ لا محمد تدخل، بديش اعطي خيار. يلا، ما هو أصل جبنة البارميزان؟ أصل جبنة البارميزان سويسرية. سويسرية، شو رأيك؟ سويسرية. يا سامي غير. شو رأيك؟ ما بعرفش. شو رأيكم انتو الصغار؟ شو احكوا لكم شيء؟ أعتقد إنها سويسرية. أصل جبنة البارميزان تعرفي؟ لا ما عندي. لا هو السؤال راح أعطيكم عليه خيارات، معلش مع إنه أنا كل بديش أعطي خيارات، بس يلا بما إنكم هيك عيلة ومع بعضينا وأسرة ببعضينا نعطيكم خيارات. طيب الخيارات اسمعوها منيح، هل هي هولندية، يابانية، أردنية، إيطالية؟ هولندية. إيطالية. الإجابة الصحيحة هي إيطالية فعلاً، أجانب جبنة البارميزان إيطالية. أكيد بتعطيك لك الهدية، مش أعطيها لأشرف بالتفكير. طيب تفضل، هي هديتك من صوالح سنتر. وشو بتقولوا لصوالح سنتر؟ موفقين بالمجمع وكل شيء، الاسعار ممتازه والحمد لله، وان شاء الله من هلا الامام، ونتمنى انه في موديلات اخرى برضه احلى واحلى ان شاء الله. ان شاء الله، واكيد هذا عهد على صوالح سنتر يقدم لكم اللي بدكم اياه. وانت بقلب، انت بصحه وسلامه. مشاهدينا، متواصلين معكم اكيد مع صوالح سنتر. صوالح سنتر خيار كل العائلات، الصوالح سنتر لكل العيلة وأفراد العيلة في طول كرم مقابل سوبر ماركت فواز بجانب المسجد الجديد، وأكيد في نابلس، والتخفيضات حقيقية في الصوالح سنتر، الملابس المميزة بالأسعار المناسبة. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. تعرف عليكم؟ ليلاس مرداوي. ليلاس مرداوي. كل عام وأنتم بخير. شو اسمك؟ ليلاس مرداوي. هلا فيكي، هلا فيكي. طيب اليوم احنا برنامج اهلا بالعيد عبر شاشة تلفزيون السلام متواصلين معاكم في كل مكان. كيف التحضيرات العيد، بلشتوا؟ ماشي الامور؟ ماشي الحمد لله. ماشي امور العيد؟ ماشي. بدك تنبسطوا بالعيد؟ يلا منيح. بدكم تجيب اواعي كمان، انا بنصحكم انكم تشتروا اواعي
مميزة عند الصوالحي سنتر. ليش الصوالحي سنتر؟ لأنه فعلا عنده بضاعة مميزة ومناسبة لكل الأسرة بكل أفرادها، رجالي بناتي ستاتي أطفال ولادي اللي بدكم إياه. تمام؟ تعرفوا الصوالحي؟ وين موجود؟ هذا لفوق شوي. صح؟ تعرفي الصوالحي سنتر؟ رحت عليه من قبل؟ يلا منيح ممتاز، وان شاء الله بتروح عليه هذا العيد وبتشتروا اواعي العيد. رح نعطيكم سؤال بتجاوبوا عليه صح بتاخذوا الجائزه مباشره. جاهزين؟ يلا نشوف. السوشي اكلي شو؟ يابانيه. يابانيه؟ بتحبوا السوشي؟ لا ابدا ما بتحبوا، بس عارفين هي يعني خلص من الاخر يابانيه. بالصيني؟ شو؟ لا صيني. صيني ولا ياباني؟ صين. ياباني ولا صيني؟ يلا اعطوني جواب نهائي، ياباني ولا صيني؟ ياباني. ياباني، اصلها ياباني السوشي. الاجابه طبعا اللي غششكم بعرف اذا ضحك عليكم. الاجابه هي فعلا يابانيه، اكله يابانيه السوشي. تفضلوا جائزتكم من الصوالحي سنتر. ايش بتقول الصوالحي؟ كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا حلوه. مشاهدينا متواصلين مستمرين معكم اكيد، اهلا وسهلا فيكم وبنحييكم دائما مع الصوالحي سنتر. الصوالحي سنتر في طول كرم مميز جدا كونه انه بيشمل كل افراد الاسره من الملابس وكل احتياجات الملابس، وهي الفتره تحديدا مهم جدا نزور الصوالحي سنتر ونشوف شو عنده تخفيضات حقيقيه. كل عام وانتم بخير. اعرف عليكي رؤى. يا رؤى، رؤى اول شيء بلاش تحضروا للعيد؟ ايه حضرتوا للعيد؟ يعني لسه مش جاهز مين؟ لا اكيد يعني في شويه وقت. طيب رؤى، احنا اليوم برنامجنا عبر شاشه تلفزيون السلام، اهلا بالعيد. هلا نحكي اليوم تحت رعايه صوالحي سنتر، بتعرفي؟ لا. انت من هون؟ لا من الاردن. من الاردن؟ طيب منيح رؤى، منيح يعني جيد انه احنا كمان اليوم نعرف حتى زوار محافظتنا واهلنا اللي بيجوا علينا سواء من الخارج او من داخل الخط الاخضر على هذه المشاريع المميزه وهذه المحلات المميزه مثل صوالحي سنتر. صوالحي سنتر في طول كرم هو عبارة عن مجمع كبير للملابس، في عنده ملابس رجالي بناتي ستاتي ولادي أطفال، طبعا كلها تحت سقف واحد، وعلى فكرة كل الأسرة يعني ممكن أنها تشتري ملابسها من الصوالحي سنتر. تمام؟ فأنت إن شاء الله بتزور الصوالحي سنتر وبتاخذي هسه هديتك من الصوالحي سنتر. بس راح أعطيكي سؤال. جاهزة يا رؤى؟ جاهزة. يلا السؤال لإلك بقول كالتالي، أكبر هضبة في العالم؟ إيش هو؟ أكبر هضبة، هضبة الهضبة اللي هي أقل من الجبل بشوي في العالم. لا قمة أفرست قمة جبلية، أو يعني مش إحنا نحكيش عن قمة أفرست بشكل عام، بس شو اسم الهضبة؟ طيب أعطيك خيارات، هل هي هضبة الجولان، هضبة بنت جبيل، هضبة ركزي معي، هضبة الجولان عفوا، هضبة بنت جبيل، وهضبة الكناري، هضبة التبت. كناني؟ لا شو قال لك هو؟ التبت. التبت؟ يعني اخذوا جواب نهائي خلص اعتمدوا؟ لو طلع الجواب غلط عادي مش فارقه معاكي، بس الاجابه صحيحه، هضبه التبت هي اكبر هضبه في العالم. تفضل هي جائزتك من الصوالحي سنتر. ايش بتقولي لهم؟ شكرا وإليك كل عام وانتم بخير. لهون وصلنا لختام حلقتنا المميزه اليوم، قدمناها لكم عبر شاشتكم تلفزيون السلام من الصوالحي سنتر. الصوالحي سنتر اكيد التخفيضات الحقيقيه في طول كرم ونابلس. الصوالحي سنتر بكلكم انتم مدعوون لاكبر مهرجان من الالبسه لكل افراد الاسره لدى الصوالحي سنتر في طول كرم مقابل سوبر ماركت فواز بجانب المسجد الجديد. شكرا لكل شاركنا اليوم في هالحلقه، واكيد اللقاء بكم سيتجدد. الى ذلك الحين استودعكم الله والى اللقاء.